وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهدة تليجراف مصر في كل مكان. معاكم آية إبراهيم مراسلة الموقع. احنا ما زلنا داخل الفندق اللي كان هيكون موجودين فيه فريق الزمالك، فندق الإقامة، وده اللي كان هيتم فيه المعسكر النهاردة، وكان هيقعدوا في الأوتيل ده لحد مباراة بكرة. ودلوقتي جه الزمالك أعلن في بيان رسمي عدم خوض مباراة القمة لمسابقة الدوري الممتاز. عايزين النهارده نتكلم عن البيان الرسمي اللي صدرته إدارة الزمالك. جاء النص في البيان بيؤكد إدارة نادي الزمالك إنها تعلم جيدا إن جماهير الزمالك العظيم دوما يعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدار أكثر من قرون من الزمن، إلا أن ظروف قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامته غدا يوم الثلاثاء. وقواعد ومبادئ كرة القدم، وبيتعاهد الإدارة أنها تعود في القريب العاجل للمنافسة الكروية الشريفة في دورتنا، وبيدعم صناعة كرة القدم في مصر. وفعلا كما كنا نتمنى ألا نغيب عن اللعب أبدا، فعذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجمهور ودعم الذي لا يتوقف، الزمالك أولا. دلوقتي البيان الرسمي اللي طلعته إدارة نادي الزمالك بيوجهه لجماهير القلعة البيضاء، وبيعرفهم إن في ظروف قهرية هي اللي قدرت تمنعه من لعب مباراة بكرة أمام نادي الأهلي. يعني زي ما حضراتكم شايفين ده الفندق اللي كان هيقعد فيه نادي الزمالك لحد بكرة. طبعا تم حجز الفندق، وإدارة نادي الزمالك قدرت إن هي تدفع مصاريف الإقامة، وبعدها تم إلغاء الإقامة. والنهاردة لما كنا في الأوتيل لقينا الأماكن اللي كانوا هيتعسكروا في فريق الزمالك طبعا مغلق، الملاعب مغلقة. يعني كانوا النهاردة هيجوا اللعيبة إن هي هنا تستجم. طبعا يعني اي حد لما بيكون في مباراه بين الزمالك والاهلي، يعني كل الجماهير بتكون مستنيه، اللي بيحب الكوره، اللي ليه في الكوره او اللي ملوش في الكوره، بيهتم جدا بمباراه الزمالك والاهلي، لانها طبعا بتكون بطوله قويه، بتكون لعب قوي جدا. طب ايه اللي خلى نادي الزمالك ان هو يطلع البيان ده وان يقول ان في ظروف قهريه؟ طبعا نادي الزمالك كان بيقول ان هو ليه متطلبات معينه. الزمالك معترض على خوض الاهلي مؤخرا في الدوري الاول، وطلع المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بيقول وعمل بوست على الفيسبوك بيقول فيه ان ليه متطلبات اربعه. طب احنا عايزين نعرف ايه هي المتطلبات اللي منعت نادي الزمالك ان هو يلعب في مباراه القمه، وان هو فضل متمسك برايه وملعبش ومش هيلعب بكره في مباراه القمه. طبعا التحقيق العاجل مع حكم مباراه الزمالك والمصري في الدوري، لن يشارك فريق الزمالك في اي مباراه من مباريات الدوري الثاني الا لما يستكمل الفريق المنافس جميع مباريات الدوري الأول. كمان وفقا للترتيب المنطقي بعيد عن أي تدخلات شخصية. يعني نادي الزمالك كان عايز إن هو ليه متطلبات معينة تكون بعيدة عن أي تدخلات شخصية. كمان ان يعملوا لجنه محايده من خارج مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، واعاده تنظيم ترتيب جدول الدوري. والزمالك فعلا فعلا فضل متمسك بموقفه، وحصل النهارده اجتماع ودي بين رئيس الزمالك ورئيس الشباب والرياضه علشان يحلوا الموضوع ودي. وبعد لما النهارده طلع بيان، قبل ما يطلع البيان ويأكدوا ايه اللي هيكون مكتوب النهارده في البيان، طبعا يعني كان على امل شويه ان ممكن الموضوع ان هو يتحل ودي. وفضلنا مستنيين داخل الفندق لاكثر من
خمس ساعات ان نشوف اتوبيس نادي الزمالك انه يجي الفندق الاقامه اللي هو المفروض ان يقعد فيه. طبعا مجاش، لقينا في بيانات بيطلع بالغاء المعسكر، ان لسه نادي الزمالك متمسك عن قراراته، وان لسه لحد دلوقتي قراراته او متطلباته الاربعه اللي هو كان طالبهم ما تحققوش، ونادي الزمالك ما تراجعش ابدا ابدا في القرار اللي خده. وكمان قدر نادي الزمالك ان هو ياخد القرار بيوصل لجماهير القلعه البيضاء رساله مهمه جدا جدا جدا، بيوصل لهم ان هو في ظروف معينه. طبعا الرساله اللي بعتها لجماهير القلعه البيضاء دي كان في بيان رسمي بيعلنوا للجماهير. طبعا يعني اخر جمل كان بيقولها في البيان بيخص الجماهير اللي هي: بعذر لانني لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمه الذي لا يتوقف ابدا. الزمالك اولا، يعني كمان بيقول ان في ظروف قهريه. هل يا ترى الظروف القهريه دي المتطلبات الاربعه اللي هو كان عاوزهم، ولا في ظروف قهريه تانيه هي اللي منعت المباراه بكره، ان يحصل مباراه بكره بين الفريقين؟ طبعا يعني الجماهير اكيد في حزن شديد جدا. ده المكان اللي المفروض النهارده كان يكون بيتمرنوا فيه الزمالك. طبعا إدارة الزمالك عارفة العقوبة اللي هتتم عليها، بس بالرغم من ان في عقوبة، بالرغم من ان هي فضلت عند رأيها، وقدروا انه كمان بعد ما جدال كبير ومحاولات من نادي الزمالك ان هم يلعبوا مباراة القمة، بس ما زالوا كانوا بيحاولوا في اخر مباراة ان هو يكون في حلول ان هم يقدروا يلعبوا مباراة بكرة، بس للأسف الحلول دي شكلها ما اتحققتش او مفيش قرار منها. بالرغم من النهاردة ان كان في اجتماع ودي، بس بالرغم من ان هو كان في اجتماع ودي الا اني طلع بيان رسمي ان نادي الزمالك بكرة مش هيلعب في لقاء القمة. زي ما حضراتكم كده شايفين، يعني المؤشرات النهاردة كلها كانت بتوحي ان فعلا مفيش مباراة القمة بكرة. كان في جدال كبير جدا 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 علشان المباراة، كان في قرارات كتيرة، كان في بيانات كتيرة. كمان كانوا بيقولوا، يعني طلع المتحدث الرسمي في بوست على الفيسبوك بيقول متطلباته للجماهير، كمان بيوصل للجماهير المتطلبات ان المفروض نادي الزمالك كان عايزها وما زال عايزها. ما زال نادي الزمالك عايز المتطلبات دي، والمتطلبات دي كانت المفروض اتحلت، بس المتطلبات دي ما اتحلتش. زي ما حضراتكم كده شايفين، حاولنا ان احنا ننزل الملاعب علشان اصور لحضراتكم واديكم كل تفاصيل الموضوع، بس للأسف الشديد المباراة بكرة مش هتتم، والملاعب النهاردة مغلقة. يا ترى الجماهير ايه الحاجة اللي هم هيقولوها؟ ايه بعض التعليقات الجماهير على البيان؟ هيكون في جدال كبير جدا لجماهير القلعة البيضاء، وجدال كبير جدا عايزين يعرفوا ليه القرارات دي او المتطلبات دي ما اتحققتش علشان يكون في مباراة القمة. يعني كلنا كنا متحمسين جدا 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 للمباراة، كنا هنشوف يعني مباراة قوية جدا من جماهير الزمالك او جماهير الاهلي. طبعا يعني وفقا للمتطلبات اللي نادي الزمالك كان عايزها، يا ترى هيكون العقوبة اللي هتتم على نادي الزمالك؟ ويا ترى جماهير القلعة البيضاء هيكون ايه رأيها، وايه تعليقها على اللي حصل، وايه تعليقها على الإدارة؟ طبعا الغاء النهاردة المعسكر،
طبعا يعني اللعيبة دلوقتي يعني ايه اللي بيدور في دماغها؟ يعني كانت اللعيبة متحمسة جدا، اكيد كانوا عاملين حسابها للمباراة دي، كانوا بيتدربوا بيتمرنوا بيتدربوا قبليها، اذا كان جماهير الاهلي او جماهير القلعة البيضاء. يعني في لحظات انتهت القرارات وصدر بيان، وطبعا اللعيبة النهاردة ما جاتش زي ما حضراتكم كده شايفين، ما فيش اي مؤشر يدل. وفعلا النهاردة من اول ما جيت الفندق ما كانش فيه اي حاجة تدل ان في مباراة قمة بكرة. دي كانت اخر المعلومات، شكرا لكم، اشوفكم بس جديد.